يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وجعل القمر فيهن نورا، هل هناك قمر في كل سماء من السماوات السبع؟ ما ورد هذا، نحط قمر ما جاء له ذكر. القمر واحد، القمر واحد، وهل هو داخل السماوات أو هو دون السماوات؟ الراجح والله أعلم أنه تحت السماوات، تحت السماء الدنيا. نعم.